قالت تقارير إعلامية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفق مع إدارة نيوكاسل بشكل مبدئي على شراء النادي، ويتوقع إغلاق العملية في الأيام القليلة القادمة. وبحسب إفادة من مجلة وول ستريت جورنال الأمريكية، فإن بن سلمان يقود عملية المفاوضات من الجانب السعودي عبر صندوق النقد العام التي وصفته بالمحرك الاستثماري الرئيسي للأمير الشاب. ويشترك في عملية الاستحواذ رفقة بن سلمان مجموعات اقتصادية أخرى مملوكة لسيدة الأعمال البريطانية أماندا ستافيلي المعروفة باستثماراتها العديدة في الشرق الأوسط. النادي الذي تأسس عام 1892 ويتخذ من ملعب سانت جيمس بارك أرضية الله، كادت تنتقل ملكيته إلى الشيخ خالد بن زايد النهيان العام الماضي، لكن الصفقة توقفت بشكل فجائي. بينما دخل بن سلمان في مفاوضات جادة قبل شهور مع عائلة غلازر المالكة لنادي مانشستر يونايتد، بيد أنه لم يقنع إياهم بالعرض المقدم. من المقتنع به في الأوساط الإنجليزية أن نقل ملكية نيوكاسل إلى الجانب السعودي ستكون بمثابة خطوة مماثلة لاستحواذ الإماراتيين على مانشستر سيتي عام 2008 وجعله أحد أفضل أندية العالم. ولا يتمتع المالك الحالي أشلي بأي شعبية تذكر في مدينة نيوكاسل، وسيقف أنصار النادي في صف بيع النادي مع انتشار تلك الأنباء في الصحافة، التي قدرت العملية بمبلغ 340 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 445 مليون يورو. تأكد بشكل رسمي غياب النجم السوري عمر السومة مهاجم نادي الأهلي السعودي عن الملاعب لمدة 3 أسابيع بسبب إصابته بخلع في الكتف. والسومة أصيب في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة الأهلي أمام الرائد ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي انتصر فيها الراقي نتيجة 2-1. وغياب السومة يضع السويسري كريستيان غروس المدير الفني للنادي الأهلي في ورطة قبل القمة الآسيوية أمام نادي الاستقلال ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لدور المجموعات بدور الأبطال. ويدخل غروس اللقاء أمام الاستقلال بدون أي مهاجم صريح، وذلك نظرا لإصابة السومة وقبل مهند عسيري الذي تأكد غيابه حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، بالإضافة إلى عدم قيد جانيني تافاريز. كما أنه من المستحيل أن يلحق عبد الرحمن غريب الذي يستطيع اللعب في قلب الهجوم أحيانا بمواجهة الاستقلال المقرر لها مساء الثلاثاء القادم، حيث يرتبط مع المنتخب الوطني الأولمبي بنهائي كأس أمم آسيا تحت 23 سنة. واستبعد غروس لاعبه جانيني من القائمة الآسيوية، واختار الرباعي الأجنبي عمر السومة ويوسف بلايلي وماركو مارين وجوزيف ديسوزا. ومن الممكن أن يدفع المدرب السويسري بيوسف بلايلي وعبد الفتاح عسيري كمهاجمين وهميين أمام الاستقلال، على أن يلعب الألماني ماركو مارين كصانع ألعاب، وذلك في محاولة لتعويض الغياب الكبرى في مركز قلب الهجوم. في مفاجأة صادمة ألمحت تقارير صحفية عن احتمال رحيل النجم الفرنسي بافي تيمبي غوميز عن نادي الهلال، وذلك في ميركاتو الصيف القادم. ودخل غوميز ذو 34 سنة الفترة الحرة في عقده مع الهلال، والذي انضم له في صيف 2018 قادما من صفوف نادي غلطة سراي التركي في صفقة قدرت ب6 ملايين يورو. وكشفت
صحيفة الشرق الأوسط عن أن تفاوض الهلال مع الهداف الأرجنتيني روجيريو فونيس موري نجم نادي مونتيري المكسيكي يأتي تحسبا لراحيل غوميز في الصيف القادم وليس لتعويض أحد المحترفين الحاليين. وأشارت الصحيفة إلى أن الهلال يسعى للحصول على توقيع موري في يناير الحالي على أن ينضم للفريق في الصيف القادم عند نهاية عقده مع مونتيري في صفقة انتقال حر لن تكلف خزينة الزعيم سوى راتبه فقط. ومن ناحيته نستعرض ثلاثة أسباب قد تكون وراء اقتراب رحيل غوميز عن الهلال. كبار السن، حيث يكمل غوميز مع نهاية الموسم الرياضي الحالي تقريبا 35 سنة، وهو العمر الذي قد يجعل إدارة الهلال ترفض التجديد معه وتبحث عن مهاجم جديد صغير في السن قادر على العطاء لسنوات قادمة. الراتب الضخم، حيث يتحصل المهاجم الفرنسي على راتب سنوي يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين يورو، وهو ما يمثل إرهاقا كبيرا على خزينة الهلال. وبالتالي فإن عدم التجديد للاعب وقدوم هداف آخر صغير في السن وبنفس الجودة وبراتب أقل سيمثل مكسبا للإدارة. أما العامل الثالث الذي قد يكون وراء رحيل غوميز المحتمل في الصيف القادم متعلق باللاعب نفسه وليس إدارة الهلال، وذلك بأنه صرح في أكثر من مرة برغبته في العودة إلى أوروبا قبل الاعتزال، وقد تكون الفرصة سانحة الآن. جدير بالذكر أن غوميز سجل 49 هدفا وصنع 10 آخرين في 65 مباراة شارك فيها مع الهلال، حيث أنه توج هدافا لدوري أبطال آسيا 2019 برقم قياسي بلغ 11 هدفا. تعمل إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت على حسم عدد من الصفقات الهامة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل 6 أيام فقط من إغلاق الميركاتو الشتوي الحالي. وألمح السويكت في مقطع فيديو منتشر بعد نهاية مباراة النصر مع الاتفاق ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين والذي انتصر فيها عالمي بهدف مقابل لا شيء إلى إبرام صفقات جديدة قبل إغلاق الميركاتو. وفي رد على سؤال أحد عشاق النصر بشأن إبرام النادي تعاقدات جديدة قبل نهاية الشهر الجاري، قال السويكت: إن شاء الله أبشر. وتصريحات السويكت تؤكد على أن النصر قد يعلن خلال الساعات القليلة القادمة عن بعض الصفقات الجديدة، خاصة أن العديد من الأسماء ارتبطت بالفريق في سوق الانتقالات الحالية. ولعل أقرب الصفقات التي ينتظر أن يعلنها نادي النصر في أي وقت هو اللاعب عبد المجيد الصليهم متوسط ميدان نادي الشباب المتألق. فوفقا لمسؤولي نادي الشباب فقد رفض الصليهم جميع عروض تجديد عقده مع الفريق، وبالتالي فإن رحيله أصبح أمرا واردا جدا خاصة مع دخول الفترة الحرة من عقده وفي ظل تلقيه عرضا مغريا من النصر. أما ثاني الصفقات التي أصبحت قريبة للغاية من النصر هو الحارس أحمد الدوسري نجم نادي خيطان الكويتي والذي يمتلك الجنسية السعودية، حيث أعلن برنامج الديربي الكويتي أنه أجرى اتصالا بعائلة الدوسري وأكدوا أن صفقة انتقال الدوسري إلى النصر أصبحت قريبة للغاية ووصلت إلى مراحل متقدمة. شاركنا رأيك في التعليقات ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.